عبر وكالة سانا رسالتنا لأهلنا. أعتقد أنه موضوع فيروس كورونا يعني انتشر الحديث عنه كثيرا في وسائل الإعلام، والمسألة صدقوني ما هي مزحة أبدا، مهم جدا قدر الإمكان أن لا نخرج من البيوت إلا للضرورة القصوى، ونتبع تعليمات السلامة العامة إذا بدنا نغادر باتجاه الخارج لضرورة ما، نحاول قدر الإمكان ما نختلط في تجمعات وازدحامات، لأنه بالتجمعات هي ممكن يكون حدا حامل للفيروس. أتمنى السلامة لكل أهلنا السوريين، وصحتك هي ثقافة حياة لازم نلتزم فيها. ويسعد مساكن. يوسف المقبل